السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرجو من الله العلي القدير أن يكون الجميع بخير، وشكرا على الدعم ديالكم وعلى اللايك والتعليق، وشكرا للناس اللي عندي قدام واللي عندي جداد، وكنتمنى أن ناس جداد كذلك تعجبهم القناة ويدخلوا عندي. مرحبا بكم. اليوم غندير معكم غريبة كتجي زوينة. مقادير كالتالي: 3 بيضات، 80 غرام ديال الزبدة، تقدروا ديروا 100 غرام ماشي مشكل. عندي 200 غرام زيت المائدة بهاد الكاس الصغير، هاد الكاس الصغير ديال الشاي كيهز، ماشي ديال العنبة، هذا ديال الشاي كيهز 100 غرام، اذا جوج كيسان. كذلك السكر 200 غرام، اي جوج كيسان اللي بغى يعبر بالكاس ديال الشاي داك الاول ماشي العنبه. جوج الخمارات، راكم عارفين الخميرات الحلوه. مبشور البرتقال، تقدروا ديروا مبشور الليمون. والدقيق على حسب الخليط، غادي ندير معكم على حساب الكاس ديال العنبه اللي كياخذ 100 غرام. كالعاده انا كندير داك القصيري ديالي، داك القديم داك الاول. القصري راكم عارفين الشكل ديال الطين الاول. المهم غادي نحيد هادشي وغادي نتلاقى بكم. درت هنا مبشور ليمون، ندير البيض، هو 3 بيضات، سكر، نخلط مزيان ونضيف الزيت. نضيف الزبدة باش حتى هي حرارة المطبخ ستكون بحرارة قلب باش تساعدكم. غنبقى ندير هكذا حتى يذوب السكر. مطولش عليكم، الزبدة ذابت ها هي فين هي، والسكر. نضيف الزيت هالكاس الاول، الكاس الثاني. المهم انا درت لكم بالعبار حتى بالغرامات، كاين حيت كاين اللي ما غادي يجيش، ما يعرفش الكاس قداش. نكمل حتى يذوب السكر الباقي. دابا غنبدا نضيف الدقيق. هانتوما لاحظوا الكاس الاول، بسم الله، هانتوما حتى نخلطو مزيان عاد ندير الكيسان الاخرين، والكاس الاخير غندير معاه الخمارات بجوج. هانتوما اذا الكاس الثاني، هانتوما كنعمرهم 100 غرام. دائما الدقيق يكون منخول اي مغربل. نزيد كاس اخر. دابا الكاس الثالث هاهو، الكاس الرابع، الكاس الرابع هو هذا. المهم نخلطو نتلاقى معاكم، منتقلش عليكم. الكاس الخامس اي 500 غرام، دابا وصلنا. ندير هكذا باش نجمع هاد الجوانب.
تقصحوهاش لانها راه غريبه هذه. نزيد الكيسان، غنزيد الكاس السادس ها هو، وندير الخميره. ما ننساش الخميره، لان بعض الاحيان كننساو الخميره. الاولى هي خصها تغربل، ولكن انا محدايش داك الغريبي الصغير، شي مشكل. هو مزيانه دابا، اذا غنجمع. اذا دابا صافي مزيانه هذه. دابا هاد العجينه درت فيها 600 غرام، صافي 600 غرام اي 6 كيسان. نجمعها ونتلاقى معكم ان شاء الله. حيدوا هادشي اللي لاصق هكا، حيت الزيت راه دغيا كيحيد، شتو؟ حيت حلوة الزيت كتحيد دغيا. صافي ونخلطها شويه هكذا بلا ما دلك، لان خلطها خلطناها بالكاس بالكاس، ماشي عجينه كبينه. اذا هي مخلطه اصلا، لان بالكاس بالكاس كتخلط لك مزيان. صافي دابا بقى غنكوروها، نجيبو الطاوه نكوروها. صافي هي هادي، شوف القوام ديالها نتوما. الطاوة تكون مغسولة مزيان وشمشوها مزيان، اولا ديروها في الفران سخون، عاد ديروا لها الزيت هكذا. اولا كاين اللي كيدير الورق كلشي مزيان، المهم انا كندير لها الزيت هكذا. دابا غنبدا نكور. نمسح يدي بعدا، بسم الله. شوفوا نتوما على حساب قداش بيتوها هكذا، كديروا هكذا كلشي يعرف. انا كندير هكذا وندير هكذا، هي غتنزل لما ندير فيها ديك الكاوكاوة غتنزل. ديروها غا وحده حده وحده شويه، لان ما فيهاش الزبده بزاف هكذا. نكمل ونتلاقى معاكم ان شاء الله. المهم دابا انا غنشد كاوكاو هذا وغندخل هنا هكذا، كل وحده غندخل فيها كاوكاو. كاوكاو اخضر، ماشي طيب، لا نكملها ونتلاقى ان شاء الله معكم. تكمل الطاوه، دابا الطاوه غندير ليها الملح هذا. كاين اللي يدير معاه شويه ماء الزهر ولا الخل، اللي بغيت ديروا ديروه. انا دابا غندير هكذا، حتى لو بغيت ديروا معاه نسكافي ماشي مشكل، كيجي زوينه. انا غندير ليها غير الملح اي الصفار البيض هكذا. لما نكمل غنتلاقى معكم ان شاء الله، ما كنبغيش نكثر عليكم بزاف. كمل دابا غنمشي ندير ندخلو غير الفران ديال الدار. المهم الفران حامي دابا. المهم هذيك الطاوه ما هزتليش الغريبه كامله. دابا غندير هاد الشكيلات، ها نتوما شوفوا، دخلته في السمسم اي الجنجلان، ودخلته في الصانوج ها هو، وغنديرهم في الطاوه صغيره. اذا درت دابا جوج شكيلات، كتاخدو البياض هكذا هكذا وديرو ليه سميتو هكذا، وكديرو في الزنجلان اي السمسم هكذا، وديرو في الصانوج هكذا. كتجي طريقة زوينة. اذا نتايا ملي غنكمل غندخلها الفرن ان شاء الله ونتلاقى معكم.
الشكل النهائي. نتلاقى معكم ان شاء الله. ها نتوما كيف جبدتهم كي جدتهم، ها نتوما شفتهم باقا سخونه، هذه باقا سخونه. ها نتوما ها كيف كتجي، كتجي زوينه ها هي. وها الاخرين كيف جاوا، غنحطهم في الطبصيل ان شاء الله وتشوفوهم كيف شفتو. بعجين واحد درت هاد الغريبه وهاد الصبيعات. المهم المقادير الاصليه هدرها غريبه قديمه كان كيدار فيها في بلاصه 100 غرام ديال الزبده، درت كيدار فيها 250 غرام اي رابعه ديال الزبده. انا هذا هو التعديل اللي درت، راه جات غزاله، جربوها ما تندموش، ما تندموش بالصحه والراحه.